منورني ومشرفني، دايما بكون مبسوط وانا معاك. صح، ده شرف ليا والله، انا بسعيد ما اكون معاك والله العظيم. مكلف النهارده بيبيون ضاع وسموكن، شويه شغل شويه شغل فيها بالحياه، ده صرف عشان مهرجان القاهره يا جماعه. احنا صرف مهرجان بلدنا ينفع يعني بره باللعب الكلام، ما يعملش كده جوه ينفع. مبسوطه ان انت النهارده موجود عند مهرجان القاهره، ان احنا دايما كنت لسه بحكي لهم ان احنا دايما بنكون نور نجومنا الشباب، ما بيهتموش بالمهرجانات زي نجومنا الكبار. بالعكس، ده حاجه تشرف كل حد، انا متشرف ان انا اديت على حاجه زي كده، مهرجان بلدي مهرجان عريق. النهارده كمان خصوصا تكريم استاذ كبير، استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه، فقدنا يعني استاذ كبير ومصر كلها بتتكلم على استاذ محمود الله يرحمه، ترحم علينا، هو يستحق ده واكتر من ده كمان. كل الناس بتحبه سبحان الله، يعني نجم ما عندوش مشاكل مع اي حد، الناس كلها بتحبه في الوسط. يعني حضرتك بص شوفي اي برنامج اي حد بيتكلم عليه بيشكر فيه ازاي، ناس في الشارع مفيش حد غير قاعد بيترحم عليه، وهو يستحق ده واكتر من ده، واعماله هي اللي بتقول ده، وشخصيته وحبه، وربنا يا رب يصبر ولاده وزوجته ويبارك له في اولاده ان شاء الله يا رب، هم يكملوا مسيره بعد يا رب. كمان عندنا نجمنا الكبير محمود حميده، رئيس شرف للمهرجان، يعني نجومنا الكبار كلهم موجودين. استاذ محمود حميده ده استاذي، وانا بتشرف النهارده ان هو رئيس المهرجان، ده شرفي، دي حاجه بالنسبه لي عامله لي سعاده جدا، ومبسوط ان هو، يعني انا بحبه قوي، راجل فظيع بصراحه.